السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي منى سكيتشن. النهاردة هنعمل مع بعض فطار يوم الجمعة وسحور رمضان، هندمس فول مع بعض. يا رب الوصفة تعجبكم إن شاء الله. ولو أول مرة تشوفي الفيديو ما تنسيش تعملي لايك تحت الفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ مع بعض ونشوف هنعمله إزاي، ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا معايا كوبايتين من الفول، ومعايا فول المدشوش اللي هو فول البصارة. بصي شكله عامل ازاي اهو معانا، تمام. ومعايا معلقتين كبار من العدس اهو، العدس الاصفر، تمام. ومعايا بابريكا اهي، معلقة كبيرة كده، تمام. الفول هسيبه يتنقع في المية من 4 لـ6 ساعات، ما تسيبيهوش منقوع اكتر من كده، تمام. هوريكي شكله دلوقتي بعد ما سيبته منقوع اهو. بصي شكله عامل ازاي، تحسي ان الفولة كبرت معاكي شوية. بصي اهو شكله جميل قوي ما شاء الله. هنجيب بقى دلوقتي الدماسة بتاعتنا او القدرة، طبعا القدرة بتبقى اكبر شوية، هي الدماسة الصغيرة بتاعتنا بتاعت البيت، تمام. ممكن على فكرة لو مش عندك الدماسة ممكن تحطيه في حلة عادي، في اي حاجة انت بتحطي فيها مفيش مشكلة خالص. انا صفيته من المية وهحطه في القدرة بقى بتاعتي او الدماسة، تمام. وهحط المية تغطيه خالص، ولازم يبقى معاكي مية سخنة للفول، ما ينفعش تحطي عليه مية باردة خالص، تمام. الفول ليه كذا طريقة في التدميس، يعني ممكن تحطي عليه اللي انت عايزاه، تمام. انا زي ما انت شايفه انا حاطه فول المدشوش وحاطه معاه العدس الاصفر. انت ممكن لو انت عايزه تحطي طماطم ممكن تحطي طماطم، ممكن تحطي صلصه، ممكن تحطي قلت لك طماطمايه صح، ممكن تحطي ليمونه، ممكن تحطي اي حاجه انت عايزاها. انا هحط عليه المايه دلوقتي اهو، احطه على النار. بصي المية غطيته خالص اهي، تمام. هسيبه بقى يغلي شوية على النار، تمام. وبرضو جنبي مية سخنة زي ما اتفقنا، تمام. انا نقع العدس ونقع الفول المدشوش، لازم تنقعيهم شوية. خلاص هنسيب الفول ياخد غلوة كده الاول، وبعدين هنحط عليه الفول والعدس. هنبص عليه بقى دلوقتي كده ونشوفه. بصي معايا اهو، ايوه اهو. بصي بقى بيغلي ازاي، اول ما ياخد الغلوة دي هحط عليه الفول. انا طبعا نقعاه، تمام. هصفيه بالمية، انا كنت بصفيه من المية دلوقتي، وهحطه بقى عليه اهو. هحطه بقى دلوقتي على الفول اول ما ياخد غلوة كده على النار شوية. هنزل الفول بتاعي زي ما انت شايفة كده، وبعد كده هجيب العدس. العدس برضو انا نقعاه هحطه عليه. طبعا انا قلتلك ممكن تحطي فص ثوم، ممكن تحطي ليمون، ممكن تحطي طماطم. طبعا لو انت عايزة لونه احمر بقى، انا عايزاه لونه احمر فهحط بابريكا، تمام. ممكن تحطي معلقتين صلصة زي ما انت عايزه. لو انت بقى عايزه لونه اصفر هتعملي ايه؟ تحطي كركم هيديكي اللون الاصفر، تمام. انا هحط معلقه البابريكا دلوقتي وهغطي عليه وهسيبه يغلي برده شويه، تمام. ما تنسيش ان احنا معانا ميه سخنه، لازم خلي معاكي ميه سخنه بقى في الكاتل، عندك حله، اي حاجه بتسخني فيها الميه، اوعي تحطي عليه ميه بارده خالص او ميه من الحنفيه، مش هيبقى حلو معاكي ومش هيستوي، تمام. هنبص عليه بقى دلوقتي كده ونشوفه. بصي بيغلي اهو، بصي شايفه ازاي، لسه شويه، بصي حتى شرب الميه ولسه ما استويش اهو. بصي وقلبيه كويس كده، وعايز ميه، محتاج ميه، فهزوده شويه ميه اهي. الميه طبعا سخنه زي ما قلتلك، مش هينفع اجيب ميه بارده اهي. هزوده المية وهغطي عليه وهسيبه لحد اما يستوي خالص بقى مع نفسه.
وقلبيه بقى، وهاتي اللي من تحت فوق كده عشان كله يستوي مع بعضه. هغطي عليه واسيبه على النار. هو مش هياخد منك ساعتين ثلاث ساعات على النار، يعني مش هياخد وقت كتير. تمام، بصي شرب الميه ازاي اهو، بصي شكله بسم الله ما شاء الله تحفه، جميل جدا، حلو قوي. انا هطفي عليه بقى كده، جميل جدا ما شاء الله. طبعا انا قلت لك انا حطيت فص ثوم، لو خدتي بالك انا حطيت فص ثوم عليه، لو انتي بتحبي اكتر عادي مفيش مشكله. انا هطفي عليه بقى واسيبه شويه اهو، جبناه بقى من على النار. تمام، وضبيه بقى براحتك زي ما انتي عايزه. الاول انا هحطه في طبق التقديم بتاعنا، بصي شكله بقى وهو لسه طالع سخن من على النار ازاي، تحفه، جميل جميل جدا ما شاء الله. بحب انا شكل الدخان كده في قلب الكاميرا، جميل جدا بسم الله ما شاء الله. زي ما انت عايزه بقى التوابل اللي انت عايزه تحطيها عليه براحتك خالص. انا هحط ملح، هحط كمون، وهحط شطه، ادي الملح بتاعي. تمام، وهحط معلقه كمون برضو، وهعصر طبعا الليمونه ده اكيد يعني. طبعا لو انتي عندك زيت حار بيبقى جميل جدا، انا ما كانش عندي زيت حار ساعتها بصراحه، فعملته بزيت الزيتون، جميل جدا برضو. لو انتي بتحبيه بزيت الزيتون عادي، انتي ممكن تحطي اي حاجه عليه زي ما انتي عايزه بقى، التوضيب الفول يرجع لك انتي. انا حطيت ملح كمون، وحطيت معلقه شطه صغيره. تمام، وحطيت الليمون عليه، وهحط بقى الطحينه بتاعتنا لو انتي بتحبيه بالطحينه. تمام، لو انتي بتحبي يعني ما يكونش تقيل ممكن تزوديه شوية مية. تمام اهو، لو انتي بتحبيه مهروس ممكن تحطيه في الخلاط، تهرسيه في الخلاط، او لو انتي عندك الهاند بلندر تضربيه بالهاند بلندر. انا هعمله بالشوكة كده وخلاص يعني على طول، بحب احس بطعم الفولة كمان. خلاص، هحط بقى زيت الزيتون بتاعنا، قلتلك لو انتي عندك زيت حار تمام مفيش مشكلة، يبقى جميل جدا بالزيت الحار، انا ما كانش متوافر عندي فحطيت زيت زيتون. تمام، وقلتلك انا في الدقه بقى، الدقه اللي انا عاملاها دي اهي هوريها لك اهي دلوقتي، دي عباره عن فلفل حامي، فص ثوم، نص ليمونه، معلقتين خل، ملح، كزبره، كمون، بس هي دي الدقه. ده لو انتي بتحبي الفول بيبقى حامي، انا مش بحبه حامي فانا خليتها بره. تمام، لو انتي بتحبيه مشطشط قوي يعني، انا حطيت معلقه شطه صغيره في الطبق، لكن لو انت عايزه يبقى مشطشط اكتر ممكن تعملي الدقه دي، بتبقى طعمها حلو قوي برضو مع الفول، جميل جدا بصراحه. وده شكله بعد ما خلصنا، هنحط بقى عليه شويه بقدونس كده من فوق. خلاص اهو، يا رب الوصفه تعجبكم ان شاء الله، وبالف هنا وبشفا عليكم يا رب. ولو الوصفة عجبتك ما تنسيش تعملي لايك تحت الفيديو، وتشتركي في القناة، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.